يعني الاسماء مثيره شويه. انا مش دعوه بالاسماء، مش عايز الدور. انت عايز الدور، خليها عايز الدور ولا يهمك، نعملها لك عايز الدور. بس يعني بقيت مستغربه ليه غيروا الاسم، بس تمام يعني. عايز اروح انام، عندي شغل الصبح. والله مش انا اللي بختار الاسماء دي، المؤلفين. انا مالي دخلي ايه؟ شفت دور حلو، مسلسل حلو، في موضوع حلو يستحق ان انا اعمله. بعد الصور مكسرة الدنيا، يقولوا لسه مكسرتش، هكسر بعد العرض ان شاء الله. يا رانيا، تعودنا انك في اي دور سواء كان كوميدي درامي انك بتقدمي رساله. ايه الرساله اللي هتقدمها رانيا في المسلسل؟ بقدم رساله خالص، مفيش رساله ولا حاجه، حادثه بنتكلم عنها بنحكيها بس. ايه الرساله؟ الاثنين بس. انا كنت حابه دماء العذراء اصلا. اجبار الرقابه على صناع العمل على تغيير الاسم، هل ضايقك وضايق صناع العمل ولا انت هو معاي؟ ما ضايقنيش، بس يعني بقيت مستغربه ليه غيروا الاسم، بس تمام يعني. جريمه منتصف الليل حلوه برضه، مش ليه مش جريمه عز الظهر زي ما احنا متعودين؟ عز الظهر؟ انت عايز الظهر؟ خليها عز الظهر ولا يهمك، نعملها لك عز الظهر. شكرا، ربنا يخليك. ولا تزعل. انا عايز اسالك، في ظل اليوم الطويل ده كله والتسجيل، انت كرانيا بتحسي بيك نجمه في كل حاجه؟ عايز اروح انام، عندي شغل الصبح. عندي شغل الصبح. مسلسل فوبيا ان شاء الله، مجنون ليلى، ومسلسل ابن حرام ان شاء الله قريب برضه. والله مش انا اللي بختار الاسماء دي، المؤلفين. انا مالي دخلي ايه؟ انا ماليش دخل بالاسماء. رانيا، مش بتشوفي مثلا انك بتم اختيارك ليه يعني اعمال دراميه بيبقى اسماء، يعني الاسماء مثيره شويه؟ انا ماليش دعوه بالاسماء.